تمكن عناصر فرقة مكافحة التجارة غير الشرعية بالمخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران من وضع حدا لنشاط مروج لهذه السموم وسط فئة الشباب يبلغ من العمر 36 سنة من ذوي السوابق العادية، وبموجب استصدار إذن بتفتيش مسكنه الصادر عن سيد وكيل الجمهورية لدى محكمة السينية كانت النتيجة إيجابية، أين تم حز 5488 قرص طبي والمصنفة كمخدر إضافة إلى مبلغ مالي من عائدة الترويج يقدر ب6 ملايين سنتيم، ليتم تحرير إجراء قضائي ضده سيقدم بموجبه أمام العدالة.